تقراها وتحفظها، هذا اللي حكينا هو ريسيسيف اندومنت، مو بالضرورة تتجاوزها، لأن حكيناها إذا أنت سكتت الملاحظة تصير واضحة. عندنا هسه نبدي الأمراض اللي مرتبطة بالسوماتيك كروموسومز أو يسموها أوتوسومز. فهاي الأمراض إما نتيجة جين دومينانت جين وإما ريسيسيف جين. فإذا كان دومينانت جين بس كروموسوم واحد كافي نطلع لك المرض. وحسب قانون مندل نسبة الأولاد 50% المصابين. هاي نسبة والشغلات اللي تدخل نفسكم بها تقدر تسويها بقانون مندل وتطلع النتائج. وهذا يعني هذا ما يهمني، بس اللي يهمني شنو؟ الأمراض اللي تنتقل عن طريق الأوتوسومال دومينانت انهيرتنس ديزيز، يعني الأمراض اللي تنتقل عن طريق الجينات المسيطرة على الكروموسوم الجسمي اللي هو أوتوسومز، هي أكوندروبليجيا، نيوروفايبروماتوسيس، هايبوبلاستيك تيث with amyelogenesis imperfecta، يعني hypoplastic teeth with amyelogenesis imperfecta disease واحد، polycystic kidney واحد. هاي ماكو صعبة، هاي لا تهتم. هاي الاكوندروبليجيا حكينا عن هذول، تشوفهم بالسيرك كامل قواهم العقلية بكامل فعالياتهم لكافة الفعاليات، بس الجثة ماله نورمال بس رجليه قصيرة. دول دائما تلقيهم بالسيرك. هاي مثلا بوليسيستيك كدني، للأسف هذا لو كم سنة من الولادة تكون عنده طفل وتسوي له عجز بالقلب. هذا هو يسموه هايبوبلاستيك تيث أمايلوجينيسيس إمبرفكتا أو هايبوبلاستيك تيث. هذا مارفان سيندروم also is example of autosomal dominant autosomal linked dominant gene inheritance، يعني وراثي inheritance. هذا هو ما يسمى بالمارفان سيندروم. هذا شو بسبب حلق صار بنقره، شوفوها مثل هاي، شوفوا طويل اصابع اطوال ورفيع. وعادة حتى عندهم دولة لو تخلي تفحص صدره تشوف عنده امراض بالقلب. هذا هم ماتين نيوروفايبروماتوسيس هيريديتري سفيروسايتس، هم تكسر خلايا دموية، يعني فقر الدم اسمه المنجدي الدائري، هاي الخلايا تصير كرات تصير، يعني شكلها هاي من جهتين مقعرة، هاي تصير لا بالعكس محدب، فهاي تتكسر بسهولة بالجسم. عندنا هذا autosomal recessive inheritance disease هو الأمراض التي تنقل على الإكس على السوماتيك كروموسوم بس هي متنحية، فتحتاج تو جينز، إن هذا autosomal هذا مو سكس كروموسوم بي إكس واي، هنا أنا عندك تو كروموسومز كلهم مشابهات، فأنت عندك إذا عندك recessive يحتاج لك أب والأم كل واحد كارير، لانه الريسيسيف جين اللي يشيله يسموه كارير حامل، فارادك ذول اثنين يجتمعون حتى يصير عندك المرض. وهذا نشوف على اكثر بالاولاد العامه، اولاد الخاله من عندهم هذا، شوف كل واحد من عندهم ما بيشي
بس يشتغل واحد من أبنائهم ويطلع به المرض. والأمثال على هذا هو فقر الدم المنجلي وتليف الجنجايفة ويلسون ديزيز اكزيروديرما بيجمنتوز. هاي أربعتهم هن اللي يسموهم أوتوسومال ريسيسيف انهيرتنس ديزيز. هذا أوف هذا أوف حتى لو صرت صعبان. هذا هو الأمراض اللي هذا سيكل سيل هو خلايا تكسر خلايا أو فقر الدم المنجلي. هاي تتكسر ويصير فقر دم حتى تصير بصفات. هاي جنجايف الفايبروماتوسيس قد تمر عليكم بالحالات في أوتوسومال ريسيسيف. الأولى كانت أوتوسومال دومينانت، هاي أوتوسومال ريسيسيف. زين يعني هذا المارفل سيندروم وهذا الويلسون ديزيز. قلنا الويلسون ديزيز انبورن ايرور اوف كوبر ميتابوليزم، يعني ولادي خطا بايض النحاس، فيترسب النحاس بالدماغ بالكبد او اكثر شيء بالكبد وبالدماغ، فبالكبد يسبب تلف ويسبب تشمع الكبد، وبالدماغ هم يحول الخلايا العصبية إلى خلايا ليفية ويصير عندهم نقص عصبي. عندنا X-linked dominant و X-linked recessive. X-linked dominant هذا يقولون اكو نوع من الفيتامين دي ريزيستنت ريكتس، يعني كساح اللي حتى لو تعطي فيتامين دي ما يفيد. حقيقه هذا مو هيك كومن، هذا مو مهم. X-linked dominant وهذا نادر، يبدو انه اكو سلايد فات عليه. وعندنا X-linked recessive، هنا الجين ضعيف او غير مسيطر. ففي الامرأة لان عندها other X فراح يصير ضعيف، فراح يصير متنحي، فتصير الام حامل له وتنقله. لكن من يصير عند الاولاد لانه عنده بس اكس واحد ومصاب، ماكو جين بالواي يعاكسه، لان الواي يختلف. لو هنا مثل هاي كارير هذا مصاب، يسمون سكس لينكد ريسيسيف. أكثر الأمراض اللي تمر علينا هي سكس لينك ريسيسيف مثل الهيموفيليا. الأمراض الهيموفيليا عم الوان glucose 6 phosphatase deficiency syndrome تسموه G6PD. فالهيموفيليا تعرفون نزف الدم الوراثي، هذا نقص اما فاكتور 8 هو اكثر شيء 8 وفاكتور تاس الثامن تاسع. وحكيت لكم البارحة عليه، قلت لكم هذا يصيب الولد البنات بس حامل اله، واذا هي حامل إلا تنقل الأبناء. إذا الأب مصاب ما ينقل الابن، تنقل البنات، بناته وبناته يتحولون إلى حامل هذا، لكن الأمرأة هي اللي تنقل الولد. زين الأمرأة ما تصاب بس حامل، مثل ما قلت لكم ما تصاب لأنه هو ريسيسيف، يصير اكس
اكس بينما الميل اكس واي. فحتى لو ريسيسيف بالميل يظهر المرض عند الانسان. زين هذا الهيموفيليا هذا يظل ينزف ينزف عادة يبدي اما من الطهرة او تشلع على السن او تشيل لوزتين. فاكثر شيء ذول الولد من طهره يظل ينزف. هسه متوفر عندنا بالمستشفيات فاكتور 8 على شكل بودر ينطوا المريض حتى يتخثر الدم عنده. وهاي قصة الملكة فيكتوريا حكيت لكم عليها. هاي ولدت هذا، هاي حامل، هذا ابنها. هي يعني كارير حامل، يعني كارير مو يعني حامل شايل هذا. وهذا افكتد. هاي قصة راس بطن. هذا جي 6 بي دي، هذا فقر الدم وتكسر خلايا الدم نتيجة نقص هالإنزيم داخل كريات الدم. فهذا أكثر شيء يسموه فافزن نتيجة تكسر الخلايا من يدخل أو من يأكل باقي الكثير. كذلك قسم منهم حتى يأخذ أسبرين سلفا أدوية ضد هذا أو يخلي حنة ممكن يصير عنده تكسر خلايا الدم الحمر يسموه جي 6 بي دي. وقلت لكم دوريتهم كارت بيديهم حتى تكتب له دواء اللي ما ياثر عليه. كلر بلايندنس عم الوان هذا 6 لينك ريسيسيف. هاي خلصنا من الجينيتك هيريديتري جينيتك يعني وراثيه جينيه. اكو وراثيه بس مو جينيه يعني ما تخضع لقانون مندل. هذا المشكله بالكروموسومز. مشكله وين بالكروموسومز؟ اما كروموسوم زايد اما كروموسوم ناقص. اما كروموسوم زايد بالاوتوسومز او زايد بالسكس كروموسومز. واما الكروموسومز نفسه اوتوسومز يعني مكسور او تلبي او ضرر الكروموسوم. هذا يسموه هيريديتري برنامج جينيتك. يقصد به يعني ما يخضع القانون مندل. ممكن يصير عندك طفل واحد وتنتي بعد ما يصير البقيه مثل شنو المونغوليزم. هذا الكروموسوم رقم 21 يصير 3 بهذا. فهذا المونغوليزم عنده 47 كروموسوم. زين هذا المونغوليزم. كذلك سرطان الدم هم يصير نتيجة زيادة بالكروموسوم أو الحقيقة ديفكت بالكروموسوم. إذا بالسكس كروموسوم إذا عندك زيادة XXY يسمو كلاين فلترز سيندروم. هذا يكون عنده بشكل مثل البنية. حتى من تيجي تفحص تشوف عندنا الثدي مثل هذا بس هو عنده ذكر اللي هو عنده يعني بينس بس سمول، عنده تستيكلز بس سمول. ومرات ذولا مثل ما قلت لكم شكلهم بناتي. واذا هذا زياده كروموسوم 47 اذا 45 يعني مريض هذا 0X هذا ماكو واي فاذا فيميل وشكلها قصير يصير ورقبتها هذا كلام فلترز يسموه هاي ترنرز رقبتها بها يسموه ويب شيب يعني مثل زياده لحم او جلد بالصفحتين من الرقبه. اكو امراض اخرى بس قلنا هيريديتري جينيتك هيريديتري نان جينيتك كروموسومال وهسه نان هيريديتري نان جينيتك. وانما هاي تصير صدفه اما حاله داخل الرحم وعلى الاكثر هاي اكو جينات اذا صفحه حديثه هي مسؤوله عن هذا الاضرار مثلا كارسينوما بريست ثدي
كارسينوم بنكرياس. حتى الشيزوفرينيا شافوا اكثر واحد من العائله نتيجه انه هو يسمونه هيريديتري فاميليال ديزيزز، شافوا جينات خاصه هي بها، جينات خاصه مسؤوله عن هاي الامراض. مثلا الجين اللي مسؤول عن البريست كانسر يسموه براكا 1 بريست كانسر انتيجين اي 1 بريست كانسر انتيجين 2 انتيجين جين 2. لا تتعبوا نفسكم بهاي، بس اعرفوا الامراض مثلا سي بريست سي اي بنكرياس الشيزوفرينيا لو بين التيومر هذا تخضع لل تخضع من لل يعني هاي فاميليال من هيريديتري من جينيتك. هاي نفس القصة. هذا خلصنا من هذا. شنو نرجع عليه من نرجع انا ناخذ انه مرض كونجينيتال ديزيز اور انومالي. من تسمع كونجينيتال 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 اني ديزيز present at birth or appears later on يعني وراء كم سنة بيظهر بالدم. عادة هذا هو عوامل شو اسمه acquired، يعني اما اخذ فيروس اما اخذ اسبرين. كثير من التعاريف ما تشمل يعني ما تشمل الهيريديتري، ما يشمل وراثيا. congenital هو ديفكت بالنيو بورن او بالطفل الحديث، اما اول ما يطلع يبين عليه واما يظهر افتر فيو ييرز بسبب عوامل مختلفه، واحيانا ما يعرفون هاي الاسباب. قسم من الاسباب هو تناول بعض الادويه، قسم من هذا تناول الكحول، قسم من التدخين، قسم منها هو وضع الطفل داخل الرحم. واكو هواي حالات من الكونجنتال ديزيز ما يعرفون السبب مالتها. زين اذا انتم كاتبين ملاحظات هاي دا اقولها اني هاي كلها تتجنبوها السلايدات المكتوبه. هاي أمثلة على الكونجينيتال. هذا هذا مثلا مثلا هذا يسموه كونجينيتال سيانوتيك هارت ديزيز، يعني مرض القلب الولادي الازرق ازرقاقي، يعني ازرق يصير. هذا عادة هو فتحة بالقلب. شلون صارت فتحة بالقلب؟ السبب الرئيسي الرئيسي ما يعرفون، بس عوامل كثيره هو اثناء موجوده داخل الرحم. قد يكون تعرض الى غازات معينه، قد يكون تعرض الى فيروس، قد يكون هذا هذا ما معروف. هذا عجز القلب الطفل. هل قلت شنو عجز القلب؟ الا اذا كان هو داخل الرحم تعرض الى عوامل غير معروفه سببت لعجز القلب. لا هي جينات معينة ولا هي كروموسومات. هذا مثل ذي شيء. شوف هذا يسموه مالينجو مايلوسيل. هذا الحبل الشوك طالع ودار مدار غشاء السحايا، السحايا بالدماغ وبالحبل الشوك. وهذا عادة لا يسيطر مهما كبر، لا يسيطر على الإدرار ولا يسيطر على الخروج. رجلية الثنين مشلولة. هاي يسموه مايلوسيل، مينينجو مايلوسيل. هاي بسيطة، ثايلوجلوسيس كيس الدرقية، كيس الدرقية. هاي من الصور اللي أجيب لكم إياها. ليش؟ لأنه ممكن تصادفكم بشغلكم، لأن هاي كومون. ما يعرفون شنو سببها بس هو كونجينيتال. كيس الدرقية، ثايلوجلوسيس، ثايرو من ثايرويد جلوسيس، جلوسل يعني لساني. هاي شلون نعرفها؟ تقول لما يطلع لسانك برا او ابلع راح تتحرك. عندك شك بيه دز الالتراساوند. هذا كريتنزم، هاي مشكلة بالغدة الدرقية باليود. اليود قليل عند الطفل وعند الأمرأة
مو بس قليل، مرات هذا تاخذ ضد الدرقيه، فضد الدرقيه ادويه ضد الدرقيه، لان مثلا ضد الدرقيه السامه ممكن تعبر على الطفل وتسبب له ضرر او قصور بالغده الدرقيه. فالكريتيزم هو قصور بالغده الدرقيه، هذا هم كونجنيتال. هذا حديث عن الكريتيزم. هاي كونجنيتال ديزيز الصور، شوف هذا سيفرس ماي بالراس، هذا كونجنيتال. هايدرو سيفرس، هايدرو كلمه معناها مي، وسيفرس يعني راس، ماي بالراس. هاي تانك تاي، هاي هم كونجنيتال. شوف هذا كونجنيتال، شوف شكله يسموه كرينيو فيشل اناتومي، كرينيوم من القحف والوجه اناتومي. هاي الام تعرضت على الى اشعاع اثناء الحمل، كرينيو فيشل، تعرضت الى اشعاع اثناء الحمل. زين، هاي الام اخذت اسبرين، يعني هاني اجيب لك صوره اقول لك this is a hand of a child of a mother took or had taken فراغ مثلا during pregnancy، فتقول لي اسبرين. اكثر شيء من تاخذها اول 3 اشهر من حمل ينطفل بعد ما يتكون. اخر اشهر حمل اذا اخذت اسبرين ضررك قليل جدا، هذا كحول ياثر. شوف هذا الكحول induced congenital abnormality، هذا congenital abnormality، هذا هو الكليفت ليب والكليفت باليت. شافوا انه هذا smoking pregnant women يساعد على هذا. والسموكينج هو اما شخص يشرب نفسه فيسموه active smoker، او هو قاعد دائما ناس يدخنون وهي حامل فيسموه passive smoker. باسف سلبي يعني غصبا ما عليها هي راح تشتم دخان وهي ما تدخن. هذا لا يسموه جيرمان ميزلز. هاي الامايه الحامل عندها حصوة المانيه فتنقل للطفل. عادة شلون نمنع هاي الامراض؟ دائما نشيك الحامل ومن تجي تسوي الالتراساوند هذا يشوفوه، فيشوف الالتراساوند مرات الالتراساوند هذا الحديث يطلع لك اذا اكو طفل عنده ناقص اذا كذا اذا اكو هذا. فمثلا اذا يود ناقص يود رسمي يبلشون ينطر يود، اذا شافوا مثلا عنده مي هواي يشوفون شنو السبب. يعني هواي تثبت، واحيانا اذا شوفوا تعبان يعني ما هذا قد ينزلوا او يسووا لها ابورشن. خاصة السونارز يعني ما راح اجيب لكم اياها بس فرق لك السونار القديم عن السونار الحديث. اوكي، هاي خلصنا المحاضرة الحمد لله. إذا أي أحد عنده سؤال خليه يتفضل. طيب أعزائي نشوفكم بخير، يلا مع السلامة.